رايح فين يا جاموس انت وهو؟ رايح فين يا جاموس؟ انت يا عم؟ انت يا ولد؟ يعني يا طبازي انا عارفك وعارف بيتك. يمين بالله لديبك وانفخك. أهل المزاريطة الطيبين، أهلي، ما أنا مزروط زيكم. أنا بجد في الفترة البسيطة اللي عشتها معاكم دي اكتشفت إن إحنا عندنا طاقة بشرية جامدة جدي، وإن إحنا عندنا رياضيين، فنانين، مفكرين، منافسين، مهندسين، لكن للأسف المواهب دي مدفونة ومحتاجة اللي يطلعها. واحنا هدفنا، احنا هدفنا ان احنا نطلع المواهب دي وننميها وننافس بيها العالم كله. يا جماعة انتوا لايك المحارة، عارفين المحارة؟ بتبقى في قاع البحر متعاصى في الطين، والسمك اللي رايح واللي جاي بيعمل حاجات عليها، حتى الترسة بتعمل عليها حاجات، بس جواها في لؤلؤة. جواكوا كلكوا لؤلؤات. انت يا حاجه تحت القمطه دي في لؤلؤه، وانت تحت العمه دي في لؤلؤه. انا مهمتي اطلع اللؤلؤات دي كلها منكم. مفيش لؤلؤه فيكم مش هتطلع، تراست مي. احنا عايزين نبدا مع بعض عهد مزاريطي جديد. Ladies and gentlemen, let's party.
تنزل عليها كلمة جيم اوفر تبقى تتكلم. الحق يا جوني بيه الحق. جوني بيه ايه يا راجل يا ناقص انت؟ وانا واقف قدامك ايه؟ شفاف ترانسبيرنت يا. لا مؤاخذة يا كبير بيه، كويس كبير بيه يا خف. الواد عبادي واقف فوق سطوح الدوار وبيهدد بالانتحار. انا مش محرج 100 مرة محدش يطلع فوق سطوح الدوار. ارضيته مهوره ما يستحملش. جوني دي فرصتك، بي ذا هيرو. لو رحت انقذت الراجل ده هتضمن كل اهل المزاريطه في جيبك. ليتس جو. عقلك يا عم الهلال انزل يا ولد. انا نزلت انا من اللي بجره اهو انا نازل واصل. اوه 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 ما نزلتش انا مانيش نازل انا. بتعمل ايه عندك يا ضحك انت؟ انزل ارض سطوح مهوره. بقول لك اما نزلتش انا ما نزلتش. يا اللي هبوز الكرانيش يا حسبي الله ونعم الوكيل. طلعت ثلاثة ماني نازل. انزل يا ابن فخ. او ماي جاد انا عندي فوبيا من المرتفعات. اصلا وديتك يا عبادة. ما تحاولش يا سي جوني. انا هفوت انا هفوت. اوكي اوكي اسمعني وبعد كده فوت. لا 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 اسمع بس اسمع. على فكره اسمها نوت مش فوت، ده خطا في السبيلنج. انا هنط انا هنط. طب اسمعني، ايه اللي هيخليك تعمل خطوه مجنونه زي دي؟ ليش بقي الضنك يا سي جوني؟ العيال عاوزه دروس وعايزه فلوس وعاوزه مدارس، والمره المره ما مبطلهاش طلبات. حتى امي امي قاعده معانا ومش عاوزه تفارق وكاتمه على نفسنا والبيت ضيق. طب اعمل ايه انا يعني؟ ده انا مانيش لاقي حتى رغيف العيش الحاف اكله. خلاص يا عبادة خلاص، انا كده انا حاربي نفسي يا اخي. بس على فكره موضوع رغيف العيش ده معاك حق فيه. ايوه من ساعه ما جيت البلد بيجيبوا لي حاجات غريبه ويقولوا لي ده عيش. بس على فكره مشكلتي الغذاء دي مشكله عالميه، ما بقتش مشكله بلدكم بس. انت عارف ان في امريكا اكبر نسبه سمنه في العالم؟ ايه الفاست فود يا معلم، الفاست فود. احدث التقارير الطبيه بتقول ان الفاست فود خطير موت على البشره الدهنيه. انت بشرتك دهنيه يا عبده؟ ايه مش مهم مش مهم. انت عارف انا اخر مره كنت بتمرن فيها عند ارنولد في الجيم بتاعه في امريكا، قال لي جوني فوكك من الفاست فود ده مدرج جدي. هيقول ارنولد ومش ارنولد يكونش بتاع الجهنمي والمدمر. انا ما اعرفش هو عمل افلام في الخليج ولا لا، بس هو عمل ترمينيتور. حب على قدك يا سيدي. بس يا ابن المجنون. حب على قدك يا سيدي. شغلني عم سعد في الجيم. اوعى يا عم اوعى هتوقعنا، ولا هنروح امريكا ولا هنشتغل عنده. بالراحه كده وهوديك ليه وهيشغلك هناك. بس تعالى معايا واحده واحده. يلا يلا استنى ما تتجننش، مش عايز افوره. ثانيه واحده. يلا يا ابوي على المرار الطافح. العموديه راحت، ودي الفرطوس دي بقي بطل الابطال قدام اهل البلد، وانا بقيت الجر. اكده الناس هتروح تصوت له. صوت عليه بدري، انا لازم اتصرف. تتصرف كيف يا كبير؟ الانتخابات بكره خلاص ما بيجيش ليها صرفه. لا ليه